اعزائي مشاهدي قناه الاهلي، برحب بحضراتكم ومستمرين طبعا في تغطيتنا لليوم المميز. طبعا يوم جميل، جمهورنا لما بيبقى موجود في مدرجات ملعب الكوره بيبقى الوضع مختلف. النهارده يعني الواحد سعيد بفكره تواجد الجماهير في ملعب مختار التتش. ليه؟ طبعا يعني حته ان انت بتشحن اللاعبين قبل مباراه مهمه يمكن بتبقى مهمه جدا. يعني فكره كابتن حسام بدري او مجلس اداره في انه النهارده يسمحوا للجماهير بتواجدهم في الملعب النهارده، اعتقد انها فكره مميزه. عمليه الشحن طبعا احنا موجودين في ملعب رادس امام جمهور قوي جدا، جمهور شرس في جزئيه التشجيع. فوجود جمهورنا النهارده قبل السفر طبعا لتونس بيدينا حته الشحن، يعني مهمه جدا قبل السفر ان انت بيفضل الشحنه دي موجوده بالنسبه لك. زي ما احنا شايفين قد ايه كان الشكل رائع، سواء بقى بدخولهم ودخول جماهير النادي الاهلي واسلوبهم الراقي في دخول النادي النهارده، اعتقد بيدي زي ما بيقول درس مهم جدا ان جمهور الاهلي جمهور راقي، جمهور مميز. حتى الشباب منهم والصغيرين السن فاهمين المرحله اللي احنا فيها، فاهمين ان النهارده التمرينه كانت تمشي لازم بشكل كويس بدون اي مشاكل، بدون اي عوائق ممكن تبقى موجوده عشان عمليه التركيز للفريق. ولكن زي ما بقول لكم الشحنه اللي خدتها اللعيبه النهارده من خلال تواجد الجماهير الغفيره اللي كانت موجوده، طبعا لو كان النادي الاهلي سمح لعدد اكبر من كده كان هيبقى موجود. يعني عايز اقول لكم طبعا جمهور الاهلي عريض وكبير في كل حته في مصر، فبالتالي انت ما بتتكلم على انك بتفتح الابواب للجماهير هتلاقي ناس عدد لا يعني ما نقدرش نعده، لا حصر له من عدد من جماهير النادي الاهلي اللي بتبقى حابه الفريق وحابه التواجد النهارده عشان تشحنه بشكل كبير لهذه المباراه اللي محتاجه فعلا تركيز بشكل عالي، محتاجة انك تكون كلاعب عندك الشحنة المعنوية العالية والامل والصبر اللي هيكون بشكل كبير في مباراة قوية امام فريق الترجي، وده مش هيجي غير بحاجة زي كده. ففكرة وجودهم النهاردة ده فكرة جميلة، فكرة بشكر طبعا مجلس إدارة النادي الاهلي وبشكر كابتن حسام البدري، بشكر الجهاز الفني انه سمح لجمهورنا النهاردة العريض والجميل انه يبقى متواجد بالشكل ده. واعتقد ان النهاردة جمهور الاهلي ومجلس ادارته والنادي بشكل عام ادى ماده خصبه للمواقع والصحف ووسائل الاعلام في التواجد بتاعه النهارده. زي ما بقول لكم ده درس للجهات والمؤسسات اللي موجوده في مصر عشان رجوع الجماهير. زي ما بقول لكم يمكن يعني لو كان الخوف من الناس الجميله دي ان هم يخشوا الملاعب مره اخرى، اعتقد لا، الخوف بينتهي دلوقتي. الخوف لازم يبتعد بعيدا عن ملاعب كرة القدم في الشكل اللي احنا شايفينه بالاسلوب الحضاري لجمهور النادي الاهلي ان هو واقف ورا فريقه حتى هذه اللحظة طبعا، ومستمر دايما جمهور النادي الاهلي في اصعب حالات الفريق بيبقى متواجد بشكل كبير. شفناه كان موجود في ماتش زناكو والقطن وطبعا والوداد، واخيرا كان الترجي بغض النظر حتى عن التعادل كان ورا الفريق حتى اخر دقيقة وكان سعيد. يعني خلي بالكم احنا عملنا مباراة جيدة، يمكن الهدفين نتيجة اخطاء، ولكن النادي الاهلي عمل مباراة جيدة. النهارده موجود معانا في التمرين، موجود احنا كلنا موجودين ورا الفريق بقى هنا من القاهرة، بنتكلم بندعي بنتمنى، والمجموعة اللي ممكن تسافر ايضا ورا فريقنا ان شاء الله في تونس طبعا كلنا وراهم ندعي لهم يا رب ان شاء الله. هو ده الشكل اللي احنا عايزينه. لكن زي ما بقول لكم النهارده ده درس للمؤسسات المسؤولة عن الجماهير ودخول الجماهير في الفترة القادمة بالنسبة طبعا للدوري ولجماهير النادي الاهلي بالاخص، ان انا بتكلم على جمهورنا جمهور النادي الاهلي، ان هو ادى فعلا درس في حتة الالتزام والمحافظة على فريق واهمية المباراة وحاجات كتير جدا النهاردة انت بتتعلمها من خلال طبعا تواجد جماهيرنا. بدل ما احنا نتكلم اللجنه الاسترشاديه او اللائحه الاسترشاديه ولا مش عارف ايه ولا مش عارف ايه والاجراءات و و و، اتكلم في دخول الجماهير. الشكل اللي انت شايفه ده هو ده اللي بيخلي الرياضه تتقدم لقدام، انك تشوف جمهور، تشوف الشكل الجيد ده. عايز اقول لكم النهارده الليجا الاسبانيه بتعاقب سالتا فيجو عشان بس عدد الجماهير اللي موجوده في المباراه الخاصه بيهم في الدوري الاسباني المباراه اللي فاتت كانت قليله، يعني عدد قليل. النهارده الليجا الاسبانيه بتعاقب اي نادي ان لو مش 70% من المدرجات مليانه بتعاقبه ماليا وبتعاقبه على حسب قوانين الليجا الاسبانيه. فبالتالي يعني الجمهور ده مهم في كل حته في العالم. بنشوف الدوري الانجليزي دوري كامل العدد،
بنشوف حاجات كتير لما يبقى عندنا جمهور زي ده محب الفريق ومحب للاعيبته محب للكيان الكبير ده وما ندخلوش، هو ده بقى اللي احنا يعني ما بنبقاش عايزينه، عايزين بقى خلاص الموضوع ده ينتهي ويبقى جمهورنا الجميل ده. طبعا بنشكر الامن اللي وافق طبعا على دخول الجماهير النهارده، ويمكن النادي الاهلي اصدر بيان يعني بخصوص ده، بشكر الامن ان هو تعامل حتى بالشكل جيد النهارده. النادي الاهلي استعان بشركه خاصه في جزئيه التفتيش والامن، وكان في التزام من الجماهير في حته التفتيش، والامور كانت سهله وبسيطه. يا رب ان شاء الله يبقى فيها الخير بوجود الجمهور ده النهارده، وانه اعطاء الشحنه الجيده للاعبين ان شاء الله في المباراه القادمه، ده مهم جدا جدا. عايز اقول لكم فعلا فعلا بيفرق معانا كتير يا جماعه، اي لعيب او اي لاعب شارك في هذه البطولات والمباريات المهمه قبل ويكون قبلها جمهور زي كده بيجي يأزره، بتفضل موجوده في دماغنا حتى اللقاء، بيبقى موجود الشحنه دي موجوده حتى اللقاء واثناء اللقاء، ان احنا عايزين نرجع بشكل مميز وبنتيجه جيده لجمهورنا اللي جه وقف جنبنا وكان بصفه مستمره بيساندنا، يعني دي حاجه مميزه. طبعا النهارده البدايه كانت كابتن حسام البدري، نداء لكابتن حسام البدري من الجماهير، ثم شريف اكرامي حارس مرمى النادي الاهلي، وان بيتكلم طبعا جمهورنا العب ما يهمكش يا شريف، العب ما يهمكش، هي دي النقطه اللي احنا بنتكلم فيها. شريف طبعا حارس مرمى النادي الاهلي ومنتخبنا الوطني، لاعب مميز، كلنا بنخطأ كلنا بنمر بالمراحل دي، ولكن طبعا ما ينفعش ان احنا اثناء مباراه مهمه زي كده ان احنا نكسر ابدا عمود مهم من عمدان فريقنا فريق النادي الاهلي. شريف اكرامي كابتن من كباتن الفريق، فبالتالي النهارده جمهورنا حياه بشكل خاص، حياه بشكل مميز جدا، وده هو ده اللي احنا كنا منتظرينه من جمهورنا. لكن طبعا الاهم والشكل الاهم بالنسبه لنا الفتره الجايه هو بقى دور اللاعبين، دور شريف اكرامي، دور احمد فتحي، حسام عاشور، عماد متعب طبعا كابتن الفريق، كل اللاعبين، عبد الله سعيد، كل اللاعبين الخبرات، وليد سليمان، دورهم بقى مهم جدا في حته بقى التركيز ان شاء الله من النهارده وحتى اللقاء بكره ان شاء الله في السفر لتونس، والوصول ان شاء الله 10:30 صباحا، هيكون في استقبالهم معالي سفير مصر في تونس نبيل الحبشي، واكيد كابتن سعد حفيظ هو موجود هناك من دلوقتي. كل الامور سهله وهتبقى بسيطه، مفيش بقى فاضل غير ان احنا نركز بشكل قوي لهذه المباراه. وزي ما بقول لكم فريق الترجي جه هنا حط فينا هدفين، احنا مش اقل ابدا ان احنا نعمل كده، احنا اقوى، احنا الاهلي، احنا عندنا قدرات هجوميه على اعلى مستوى، عندنا مجموعه من اللاعبين سواء بقى في التشكيل الاساسي او في الدكه او بره، ما شاء الله فرقه يعني لعيبه تحترف في الدوري الاوروبي، ما عندناش مشكله خالص في اللعيبه، عندنا خبرات موجوده متمثله في لعيبه كثيره جدا في الدوري وفي البطولات الافريقيه، موجود عبد الله سعيد وليد سليمان، عندنا لعيبه دوليين، فبالتالي ما عندناش خوف ابدا من حته الخبرات واللعب ده امام جمهور يكون جمهور شرس زي جمهور الترجي في تشجيعه طبعا. لكن هو ده اللي احنا منتظرينه بقى من اللعيبه، ان انت تبقى اولا هادي جدا، عندك حته الرجوله والاصرار على تحقيق نتيجه ايجابيه في هذه المباراه، اعتقد ان من خلال الهدوء والثقه بالنفس، وطبعا مهم جدا ان انا ابقى وانا في مباراه زي كده ابين من اول دقيقه للفريق الخصم او فريق الترجي ان انا جاي مش عشان يعني مش هتعادل، انا ما عنديش اصلا فرصه او تفكير في فرصه التعادل غير بنتيجه ايجابيه، يعني نتيجه ايجابيه اللي هو 2-2 3-3 هو ده النتيجه الوحيده اللي ممكن تخلينا نتاهل، لكن 1-1 لا خلاص تخرجك بره. طبعا الفوز ده هو الاهم وهو الهدف اللي لازم يبقى موجود في الاول لكابتن حسام البدري واللاعبين، لان الفوز عملناها كتير، مش اول مره ممكن نعملها في تونس، مش اول مره ممكن ننتزع بطاقه التاهل للدور اللي بعده من الفرق التونسيه، هو ده اللي احنا مفروض نحط في اللاعبين، سواء بقى اللاعبين اللي ممكن لاول مره يخوضوا هذه المباراه بالشكل ده او بالموقف ده، لان احنا عندنا لعيبه خاضت الموضوع ده قبل كده او خاضت هذه التجربه، احمد فتحي، عبد الله السعيد، وليد سليمان، شريف، حسام عاشور، عماد متعب، كل دول خاضوا هذه التجربه، فبالتالي نقل الخبرات منهم للاعبين اللي موجودين اللي هيكونوا في المباراه، ده اللي احنا نتمنى، الاجتماعات الفرديه او الاجتماعات الثنائيه ما بين اللاعبين والجماعيه مع اللاعبين، والاجتماعات ما بين الجهاز الفني واللاعبين،
كل ده هيبقى موجود في المعسكر بدايه من النهارده، وان ما كان موجود قبل كده، ولكن طبعا استكمالا للايام القادمه وعمليه الشحن اللي ابتدت النهارده من خلال جمهور النادي الاهلي، واللي انا شايفها فكره رائعه بتواجد الجماهير قبل السفر لطبعا شحن اللاعبين لهذه المباراه. ولكن طبعا احنا بنتكلم على جزئيه المباراه، ازاي كابتن حسام البدري يتعامل مع هذه المباراه. هو شخصيا اكيد بيفكر ازاي يحط التشكيله الاساسيه، ازاي يبتدي كابتن حسام البدري، انه لو في كان في بعض من وجهه نظر بعض الناس اخطاء في بدايه المباراه من حيث التشكيل، ازاي كابتن حسام يبتدي يشتغل عليها ويشوف التشكيل الامثل للمباراه القادمه. هي دي النقطه، ازاي تقسيم المباراه اجزاء من خلال طبعا الربع ساعه الاولى وربع الساعه الثانيه وبدايه الشوط الثاني ونهايه الشوط الثاني، كل دي سيناريوهات بتبقى موجوده عند كابتن حسام البدري. ولكن عشان اختار او انفذ هذه السيناريوهات لازم اختار تشكيل مميز جدا، تشكيل يقدر ينفذ لي كل الخطط. يعني في بعض الناس بتتكلم على التشكيل القادم، يعني من وجهه نظري كنت بتكلم فيها مع طبعا نجومنا هنا في الاستوديو كابتن وليد وكابتن ربيع وكل النجوم اللي بيشاركونا هنا في استاد الاهلي على التشكيل الامثل للنادي الاهلي وجهه نظرهم. انا وجهه نظري يمكن وجود شريف اكرامي طبعا كحارس مرمى في هذه المباراه موجود طبعا بشكل اساسي، يمينك هيبقى احمد فتحي نص في النص او في قلب الدفاع رامي وسعد، شمال علي معلول، في الوسط حسام عاشور وعمرو السولية. اما في الامام هي دي بقى اللي هنبتدي نشتغل عليها، لانك انت زي ما بقول لكم انت مطالب بالفوز، لا محاله غير الفوز او التفكير في الفوز. جه الفوز اهلا وسهلا، التعادل لازم يجي على الاقل يبقى نتيجه المباراه 2-2 او 3-3 عشان تقدر تعدي هذه الموقعه. 2-2 هتلعب ضربات جزاء، ولكن انت بتوصل لمرحله انت بتتساوى معاهم في النتيجه. فبالتالي انت بتتكلم في الجزء الامامي والجزء الهجومي، انت محتاج خبرات، محتاج لعيبه تقدر تهدف بشكل كبير، لعيبه تقدر تتعامل مع الجزء الخاص بالعمليه الهجوميه ووجودهم داخل ال 18 وبشكل مميز، هو ده اللي احنا بنتكلم عليه. فبالتالي ممكن من وجهه نظري وجود وليد سليمان بخبراته الكبيره وعمليه التهديف اللي عنده مميزه جدا، ايضا وجود مؤمن زكريا وبرده خبراته اللي موجوده، وايضا جزئيه التهديف اللي عنده اللي بيشتغل بيها مؤمن بشكل كبير. طبعا عبد الله السعيد موجود وبشكل اساسي لان هو المايسترو بتاع الجزئيه دي. اما في الامام فوجهه نظري يمكن وجود جونر اجايه وحته ان هو الله فيرود انت محتاجها في مباراه زي كده. فريق الترجي عنده جزئيه في قلب الدفاع هي مشكله، الجزئين القلبين او قلب الدفاع او اتنين لعيبه اللي في قلب الدفاع عندهم مشكله تقدر تتعامل بيهم من خلال تحركات لعيبه مميزه، عندهم القدرات ان هم بيبقوا موجودين جوه ال 18 وفي نفس الوقت ينزلوا ويطلعوا من تحت مع طبعا اللاعبين اللي موجودين. فجونو اجايه هو عنده القدرات دي بشكل كبير. يعني احنا بنتكلم وكابتن حسام طبعا هو ليه الكلمه الاولى والاخيره، وجهه نظره في المباراه وجهه نظره في الشكل وشكل الفريق الاخر طبعا وقرايته للمباراه من لما شاف هنا الفريق وشاف نقاط الضعف اللي عنده وشاف الجزئيه اللي ممكن يقدر يستند عليها في الجزء الهجومي في المباراه القادمه. ولكن هو ده اللي ممكن كابتن حسام ممكن يفكر فيه، تغيير بعض اللاعبين، يمكن بوادر في بعض التصريحات على هذه الجزئيه. ولكن احنا هنشوف شكل النادي الاهلي من حيث طبعا بعد ما اخذ الشحنه القويه من جماهير النادي الاهلي اللي احنا شفناها النهارده هيبقى الوضع مختلف. المسؤوليه دي مهمه جدا، مسؤوليه جمهور النادي الاهلي ووجود النادي الاهلي في بطوله افريقيا والحصول على هذه البطوله مسؤوليه صعبه. النهارده اللعيبه من رؤيتهم لجماهيرهم بالشكل ده ومطالبتهم في المباراه القادمه، اعتقد حته الحركه نفسها عند اللاعبين والحماس وان انت بتشد ازره، ولو في كان جزء مثلا اخفق في المباراه اللي فاتت بتشد أزره من جديد، دي حاجة بتفرق جدا مع لاعبين النادي الأهلي. ولكن طبعا كل التوفيق ليهم إن شاء الله، كل التوفيق لكابتن حسام البدري والجهاز الفني في اختيار التشكيل الأنسب والخطط اللي ممكن يقدر يلعب بيها في المباراة. هو ده اللي احنا محتاجينه، ما عندكش زي ما بقول لك سبيل تاني غير الفوز، سبيل تاني غير التعادل بشكل زي ما بقول لكم 2-2 ده تعادل،
تتساوى معاه وتلعب ضربات جزاء 3-3 تعدي وتتأهل للمرحله القادمه، ولكن الفوز هو اللي يخليك تستريح خالص من حيث طبعا النتيجه. زي ما بقول لكم سيناريوهات موجوده في دماغ كابتن حسام البدري، بدايه المباراه، الربع ساعه اللي قبل نهايه الشوط الاول، الربع ساعه الاولى في الشوط الثاني، نهايه المباراه، كل دي حاجات في الكوره او كره القدم، والجهاز الفني بيبقى عامل حسابه. يا رب ان شاء الله كل التوفيق. يعني هو ده اللي احنا كنت عايز اتكلم عليه، والجمهور الجميل اللي حضر النهارده والتزامه بشكل كبير. زي ما بقول لكم ماده وفيره للاعلام المصري والمواقع النهارده ان يتغنى بقى بجمهور النادي الاهلي، ولازم نشوف طبعا المؤسسات، وزي ما بقول كده بدل ما احنا كلجنه اولمبيه بنشوف جزئيه الاجراءات النادي الاهلي كانت صح ولا غلط، نشوف الجمهور ده ونرجعه في الجزئيه دي، ورجوع الجماهير الجميله سواء بقى جمهور النادي الاهلي العظيم لفريقه او لجماهير التاني، عشان نشوف زي ما بقول لكم الليجا الاسبانيه النهارده بتشوف وبتعاقب بعض الفرق عشان عدد الجماهير عندها ما كانتش موجوده بالشكل المناسب في مدرجات الاستادات. فبالتالي يا رب كل التوفيق لفريق النهارده كان يوم جميل فعلا، وسعداء بالصوت اللي احنا كنا بنسمعه دلوقتي، والتشجيع للاعب لاعب وكابتن حسام البدري ومؤازره اللاعبين، كل ده احنا بنستمتع بيه، لان فعلا روح كره القدم هو جمهور الفريق، جمهور النادي الاهلي دائما موجود مع فرقته سواء بقى في المواقف الصعبة والمواقف الجيدة وأثناء البطولات، كل ده احنا بنسعد بيه جدا. عايز بعد الفاصل او بعد الفاصل ان شاء الله هتكلم مع نجوم مصر عن هذه المباراة، ايضا فرص وامكانيات النادي الاهلي في الوصول لدور قبل النهائي، من حيث طبعا المباراة الصعبة القادمة امام الترجي، مع نجوم مصر طبعا كابتن ماهر همام وايضا كابتن محمود ابو الدهب، نجمين من نجوم النادي الاهلي وخصوصا طبعا في خط دفاع. فاصل واستقبله ونكمل كلامنا مع بعض.